بتعمل ايه في الفالنتاين؟ فظيع في الانجليزي فظيع. هعمل ايه في الفالنتاين؟ هجيب لها الضغط، هجيب لها السكر، اصل هي جابت لي حاجات كتير. هتجوز عليها. جيب لها هديه. جبت لها، هي بتبطل هدايا ولا اي حاجه يا باشا في المحل، انت عارفه بتاع هدوم. بس انت مش مرتبط؟ لا فالنتاين ايه وكلام فاضي، مفيش الكلام ده. عيد ميلادها شهر واحد وفالنتاين شهر واحد، فاحنا هنجيب فلوس للناس دي منين؟ وبعدها بقى باسبوع هتلاقي عيد الام وحوارات، مفيش يا باشا. شيال الحمول يا صغير يا صغير، فين هم الحبايب؟ هعمل ايه؟ زي احد. نفسي اتجوز مش لاقي. ايه فالنتاين دي؟ ادي الحب، اعمل كل حاجه في الدنيا اديها ورده حبنا. سجن ورده حبنا عيد الحب. والله انا بصي دبلايه. هتجيب لها ايه؟ دبلايه الفرح بعد رمضان. اجيب لها ايه؟ ده احلى فالنتاين، لازم تجيب لها هديه. ايه؟ تجيب لها هديه. اجيب لها هديه والله هحضر لها. ممكن اديها الدبله تاني يعني، مفيش حاجه. دي هديه برضك؟ لبس ذهب اي حاجه حلوه. الفالنتين ده حاجه جميله يعني وحاجه حلوه، ولازم كل واحد بيحب واحده ينزل لها حاجه تكون حلوه، اكيد ده شيء اكيد يعني. انت مرتبط؟ اه اكيد مرتبط. هتجيب لها ايه هديه؟ الهدايات كتير وانا مش لازم ان انا احدد ان انا اجيب هديه يعني. احسن هديه لو على طول اجيب لها نجمه من السما، هجيب لها. بتحبها قوي كده؟ يا باشا طبعا، مش مراتي، امال انا هاخدها ليه؟ متجوزها ليه؟ مش عشان بحبها؟ نفس القعده دي. ليه مش مرتبط؟ لا لا. هتعملوا اي حاجه؟ لا ما عملش حاجه. حلقه. ها؟ هي القعده دي حلوه، نيجي نقعد هنا نبص على الشارع هنا. سنجل. مبسوط وانت سنجل؟ جدا جدا والله بجد. ما هعملش حاجه. مش مرتبط؟ لا. مبسوط وانت سنجل؟ مبسوط، اخر انبساط، اخر انبساط. فالنتاين ايه يا ودا؟ هو ده عيد ولا ايه ده؟ عيد حب؟ اكتر حب ام حبته له والله. اقعد في البيت. انت مش مرتبط؟ لا ارتباط ايه لا. طب مامتك مش اولى بالهديه؟ ايه ده؟ طبعا اكيد. ايه ده؟ بجيب لها هي كل اللي هي عايزاه.